السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. موضوع المظاهرات التي تخرج دعما للضحايا في فلسطين أو في أي مكان في العالم، لكن اليوم في الغالب دعما للضحايا في فلسطين، وهناك من يقول بتحريمها، هناك من يقول بأنها مباحة، هناك من لا يهتم للموضوع. ما الموضوع؟ هذا ما سنتكلم عنه في هذا اللقاء. بالنسبة للدروس في يوم الجمعة، سننتهي بإذن الله تعالى من كتاب العلو للإمام الذهبي، ولم نقرر شيئا بعده. قد يكون على احتمال كبير شرح للكافية الشافية لابن القيم، وقد يكون هناك شيء آخر، فلا نزال لم نقرر، ومن كان عنده اقتراح فليقترح علينا ذلك. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تنتشر في هذه الأيام بعض المقاطع لمشايخ مداخل يتكلمون عن مسألة المظاهرات وحكمها، مع وجود كم من هائل من المظاهرات التي تكون في أرجاء العالم كله تقريبا حول مسألة ما يحدث من قتل ودمار لأناس في بقاع مختلفة خاصة في غزة. من أكثر المقاطع انتشارا هو هذا المقطع. أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا في فلسطين، فلا خير ولا نفع في مظاهرات في بلاد المسلمين يختلط بها الحابل بالنابل، ويقع فيها ما لا يرضي الله عز وجل من اجتماع الرجال والنساء، ومن الكلام الذي لا يجوز من سب المسلمين لبعضهم، ومن تخوين المسلمين لحكامهم، وغير ذلك مما لا يجوز. الشيخ سليمان الرحيلي محسوب على تيار المداخلة، طبعا هو بغض النظر هو رجل متمكن من الفقه ومن أصول الفقه وله مكانة علمية، لكن أحيانا الميل إلى فكر جماعة من الجماعات يؤدي بالإنسان إلى أن يقول كلاما وأن يحسب كلامه حتى على ما هو أوسع من جماعته. هذا أمر واقع لا يمكن دفعه. مسألة اختلاط الحابل بالنابل هي موجودة حقيقة، وسنرى أمثلة عليها، ولكن فضيلة الشيخ هو تكلم في وقت يختلط فيه الحابل والنابل بقربه، بجواره في الرياض، في الموسم الذي يحدث فيه أكثر اختلاط للحابل بالنابل من تلك المظاهرات. فالحابل هذا عندما يختلط بالنابل وهو أقرب إليك، كان الأولى أن تحذر منه أنت. وأنا أعرف وأقدر الوضع أنكم لا تستطيعون، ولكن مع ذلك إذا كنتم يدا واحدة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى سيكون معكم، سيعينكم، وهذه بلادكم، نحن لسنا أغير منكم عليها، لكن نخشى أن الغيرة قد تفسد في بعض الأحيان بناء على بعض الانتماءات التي تتبنى أفكار، طالما أن فلان يرضى عن هذا فنحن سنسكت عنه. هذا لا يجوز. وإذا أردتم دليلا على أنه لا يجوز وأن العالم يجوز له، طبعا العالم بحسب كل قوم عندهم من يسمونه عالم وعند غيرهم ليس بعالم، لكن سأعطيك دليلا واعذرني، هو بالنسبة لنا ليس دليل لكن بالنسبة لبعض الناس يعتبر دليلا، دليلا على أن العالم يجوز له أن ينصح ولاة الأمر بمقطع مسجل بالفيديو كما ترى هنا. هذا دليل بالإساءة إليه والاستهزاء به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صارت هجمة رسمية، ويجب أن يكون الرد والاعتراض على الإساءة والاستهانة والتطاول والبداءة على المستوى الدولي نفسه، وذلك بدعوة الجامعة العربية لانعقاد مؤتمر قمة عربية طارئ على مستوى الملوك والرؤساء والأمراء لا على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه دولة تجاوزت كل الحدود باعتدائها على ينصح الحكام كلهم، الملوك والأمراء والرؤساء وكذا، وهذا معروف أنه لا يمكن أن يخالف شرع الله سبحانه وتعالى بحسب أفكار طائفته. فإذا هو نصح علنا، فما بالك بالإنكار على منكرات عامة ليست تتعلق بشخص ذلك الحاكم، وهي مسائل مفسدة للمجتمعات. فكان لابد من تكاتف أهل العلم وأن يتكلموا، لا يبقى يتركوا الدور المنوط بهم ليتصدر لهذا الدور غيرهم ممن قد يخالفهم حتى، ونحن نرجو لهم أن يكونوا هم في الصدارة في المسائل التي تهم المجتمعات، سواء على أبواب العقيدة والفقه وسواء على أبواب مسائل ما يحدث في الواقع. فكما أن المظاهرات فيها حابل ونابل، هنا في أحبل
أنبل، أقول ذلك على سبيل المجاز يعني اللغوي. طيب، هل يمكن أن يوجد حابل ونابل في المظاهرات؟ وهل المظاهرات لا نفع منها؟ بعض المشايخ ينهون عن المظاهرات بكل أحوالها ويقول لك السلف ما كانوا يتظاهرون، السلف كانوا أرجل منك، ما كانوا يحتاجون إلى مظاهرة، ما كانوا يقولون قولا فقط، وإنما كانوا يفعلون، وكان عندهم قدرة على ذلك، قدرة على أن يحققوا ما يريدوه بأفعال قد يكون الناس أنا وأنت وغيرنا ما نستطيع أن نفعلها، ما نستطيع إلا أن نتكلم، وقد يكون لكلامنا أثر وقد لا يكون أثر. أحيانا يكون هناك أثر، يعني مثلا أنت في هذه المظاهرة، اسمع ماذا يقال في هذه المظاهرة في ألمانيا. هذه المظاهرة كما ترى يقولون فيها ألمانيا، هذه المظاهرة في ألمانيا، ألمانيا تمول والأولئك يضربون، يعني لكن هي واضحة، لكن أنا ما أريد أن أذكر الكلمة. هذه يعني مظاهرة في ألمانيا، طبعا أحيانا مظاهرة تغير رأي المجتمع هناك وتقطع أموالا تدفع بغرض معين، خاصة أن الشعب في تلك الدول له أثر كبير على الحكومة، الحكومة عايشة من هذا الشعب وعايشة من ضرائب هذا الشعب، الدولة قائمة على الضرائب التي يدفعها هؤلاء الذين إن غيروا رأيهم فالحكومة قد تتبع رأيهم في كثير من الأشياء. فإذا انتبه الناس إلى مسألة من المسائل أن أموالهم تذهب إلى ما لا يرضونه، قد يكون هذا باب من أبواب تغيير السياسات وتغيير قوانين. مثلا هنا تجد تعليقات تقول إيش بين دوتش فونجي بوت، يعني أنا ألمانية من المولد مو واحدة مجنسة. أنشتيه هنت بلستينا فرايهات فو بلستينا، يعني تقول أنا أقف مع فلسطين وأريد الحرية لهم. هذه ألمانية، هذه امرأة ألمانية، ليست مسلمة، ليست من خلفية مسلمة، ليست من دولة عربية، ولكن الإعلام أثر بها بطريقة معينة. ها الإعلام طبعا لا أقصد الإعلام الرسمي، يعني الإعلام الرسمي لا يؤثر إلا بالطريقة التي يريدها، ولكن في إعلام بديل، في ناس تنشر فتؤثر بطريقة معينة، وكل واحد ينشر بما يستطيع، وكل واحد يوصل الفكرة بطريقة معينة، سواء كانت هذه الطريقة أو غيرها من الطرق. أنا حتى الآن لا أقول لك ترى هذه الطريقة جيدة ولا مو جيدة، أنت بنفسك قد تتولد عندك فكرة معينة، سأذكر لك بعض العيوب في هذا. لكن مثلا هنا هذا حساب أيضا ألماني اسمه جيرماني فاميلي تي في، يقول إيش مشتي أوخ مت ماين كندا كومن، أنا بدي آتي وأشارك مع أطفالي. فنس جناونك سديمو، متى راح تكون المظاهرة التالية؟ ويعني يدعمه هو الشعب الفلسطيني أو فلسطين، حتى قال مو الشعب، قال فري فلسطين، وكتب بالإنجليزي يعني الحرية لهم لفلسطين. طبعا أكيد في آراء معارضة، بعضهم يقولون لماذا لا تذهب إلى فلسطين طالما أنك تحبها، كأنه يروح موت يعني هناك، ما أدري، آراء غريبة. هذا أيضا حساب ألماني يقول Schuld ist unsere Regierung, nicht das deutsche Volk. الذنب على الحكومة وليس على الشعب. وهذه أيضا ألمانية اسمها سوزانا تقول Falsch, nicht Deutschland. يعني خطأ، ليس ألمانيا. Sondern Regierung, ولكن الحكومة. Wir Volk, نحن الشعب, können nicht dafür. ما نستطيع نعمل شيء. هذا أيضا حساب ألماني تقول إيش من دويتشا und stehe auch zu Palästina، أنا ألمانية وتقول أنها تقف مع فلسطين. حتى مسكينة حط شعار جوردن، يعني ما تعرف، لكن تأثرت لعلها بما تراه. فتجد كما ترى يعني حسابات ألمانية، أشخاص ألمان عندما يشاهدون، عندما يسمعون كلمة أطراف مختلفة، هم عندهم فكر وعندهم نظر ويميزون. طب صاحب وجهة نظر معينة، ليس عنده قناة تلفزيونية، ليس عنده قنوات حتى على يوتيوب أو ما شابه ذلك كبيرة يشاهدها هؤلاء، كيف يوصل فكرته لهم؟ فهم اختاروا هذه الطريقة. نعم هذه الطريقة عليها انتقادات، والكلام الذي قاله الشيخ سليمان الرحيلي مع أنني انتقدته قبل قليل، لكن في بعض كلامه شيء من الواقع. يعني هل تظن بارك الله فيك أن الحق سينتصر بمثل ما سترى الآن؟
The border wall is taken down. The whole damn system, take it out. The whole damn system, take it out. Justice is our demand. فبارك الله فيكم. في واقع يعني هو فعليا في نظرتنا نحن هذا مسيء، هذا مسيء للحق، الحق لن ينتصر في هذا. بل حتى في أشياء تحدث في هذه المظاهرات، في مظاهرة طلعت في برلين وتخانقوا مع الشرطة وصار في جرحى من الشرطة، صار في جرحى من الشرطة. هذه مسألة أثيرت إعلاميا بشكل كبير وكانت جانبا سلبيا إلى درجة لا تتخيلونها. الإعلام قد يضخم صرخة، واحد يصرخها قد يضخمها إلى درجة كبيرة في هذه البلاد. فكيف بمقاتلة تحدث بين الذين قاموا بهذه المظاهرات مع الشرطة وفي جرحى من الشرطة بعدد؟ وشوف بقى، فأيضا في أشياء غير مدروسة وغير حكيمة. وفي على سيرة الدبكة، أنا نسيت أشوفكم هذا. كتير ناس عم تنتقد موضوع الدبكة بالتظاهرات، بس نحن هلأ بمرحلة عم نجرب فيها أنماط جديدة لتوصيل الرسالة للعالم. توصل الرسالة بالدبكة، لكن الله سبحانه وتعالى الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا أولى من الفكرة ومن طريقة إيصالكم للفكرة. وكذلك بعض الناس لما يظهر بأنه يؤيد جماعة معينة مصنفة على أنها جماعة إرهابية ويتكلم عنها بطريقة هي قد تضر حتى الناس الذين خرجوا للتعاطف مع الجرحى ومع المرضى ومع ذلك. في أناس لا تقدر الأمور كيف تكون أساسا، في أناس لا تقدر الأمور الشرعية، في أناس لا تقدر الأمور الواقعية، في أناس منفصلة عن الدنيا تماما كما رأينا في مواطن في حالات أخرى. أنا حتى الآن أنا ما أريد أن أعرض لك رأيي بشيء متعلق بهذا، لكن أنا عرضت لك واقع الأمر، وأنت ذكي وأنت فاهم، وأنا أثق بفهم الناس كثير منهم وبأن الفكرة تصل لهم بسهولة. ولهذا أنا عرضت لك واقعا وأترك الإجابة لك، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم اتبعوا المرسلين.